government من أجل معرفة كيف تسير الأمور في المرحلة الأولى. وفعلا المعلومات اللي في المجبرنا والمبكرة على كل حال فيها قدر من ما يخيبنا، ولكن ما فات الأمور لحق درجة بدون قدموا تقييم عام. فات الحق معلن ياسر من ممثل المرشحين اللي قدامكم، يتم طردهم بذريعة عود ضعيفة جدا من مكاتب التصويت، وبذلك يعود من الممكن لكن لا يخلد مراهم ما تمعه هو شنو. ومن اللي مقلق بالنسبة لنا إن بدأ استخدام الوحدات العسكرية اللي ما هي مسجلة باللوائح الانتخابية واللي تجي وتصوت ما عندها كاردان ديتل، ما عندها بطاقة التعريف، ويقولوا هذا الأمن معناها على أن مفتوح المواطنين ونصنادرة مسجلين كمواطنين، أعلنهم عادوا يصبتوا في البلاد اللي يبقوا في المكتب اللي يبقوا، ولازم أي إمكانية بالنسبة لنا ولها الممثلين أنهم يراقبوا أعلنهم صوتوا لا مرة واحدة. ولذلك هذا بخالف القانون، وهذا بعد من الخروقات الخطيرة اللي مقلقة بالنسبة لنا اللي استخدمت في انتخابات 2018 لتغيير ميزان القوة. بالطبع لو كانوا العسكريين وخلاهم يروحوا وحدات وخلاهم يصوتوا على اجتهادهم، ما احنا خايفين منهم. غير هم عادة في هاي العملية اللي نبتس يعودوا مؤطرين ويعود مفروض عليهم انهم يصوتوا في اتجاه معين. ولذلك احنا نعتبر ان هذا خرق سابق للعملية الانتخابية، بهدف العسكريين ما يرضوا يصوتوا يكونوا كمواطنين وحسب ملي وجودهم على اللائحة الانتخابية. على كل حال احنا نتابع الوضع على الحذر وننسق في كل المحطات هذا اليوم ان شاء الله، وسنلتقي عند الساته ونص لتقييم عام للوضعيه، وان شاء الله نقول القرارات المناسبه.